مثلا طيبين ودي تغذي العين بتاع دي. ها والله انا بحس بقى اهي بتعمل كده الله اكبر. يلا انا عايزكم بقى تفهموا بقى حاجه فيها مفاجآت في الفيديو ده قبل ما تخش على الفيديو. مفاجآت ايه؟ يعني انت هتخش دلوقتي هتشوفوا نفر كان موجود وهو اللي مسد في الحاجات دي وهو اللي عمل السندوتشات دي الله يستره حبيبه ابوها عملت هي كل الحاجات دي. هتخشوا بقى تشوفوها وبعدين ترجعوا تشوفوا بقيه في هذه البلاد. والنهارده يا جماعه احنا عندنا ضيف هيجي هنا دلوقتي ويعني هو قال اعمل كده. قلت له اتفضل اتفضل يا ضيف اهوت. اه يا جماعه الو اهوت الراجل العسل ده من زمان ما جاش. مرحبتين يا حبيب ابوك. حبيب ابوك يلا سلامه. نبدا بقى كده نشوف هنعمل ايه وخليكم بقى معانا ان شاء الله هنعمل حاجه هتتبسطوا منها باذن الله. ونبدا كده اهوت بقى كده زي الاستوديوهات بتاعت القنوات بتاعت الطبيخ. هو طبعا النهارده عشان عيد ميلادك بس يعني في استثناءات. اه هي عشان عيد ميلادي في استثناءات. عارف بقى الحاجات دي؟ اه انا عارف. عارف. اهو شوفوا كده. هتلاقي سكينه حامل. هتلاقي يعني سكينه. والنبي تشتروا لنا سكينه من الرملاوه يا جماعه اهوت يتقطع اللي نقطع الطماطم بقى كده علشان نشوف كده هنعمل ايه النهارده اهوت كده كده. هي هتبقى على قد السندوتش بالظبط. ان شاء الله. كل ما ترفعها كل ما كان افضل. يلا الله انت منوره يا سهيلة يا بنت. الله يبارك يا حاج. يعني مش عارف اقول لك السكينه مضايقاك يا جلدود عشان الجو حار. يا سهيلة يا بنت الفرح اللي بره ده عامل لنا مشكله. دي حنة. دي حنة ولا فرح؟ حنة. ربنا يتم عليهم بخير بس هم دوشونا وعطلونا. يعني حاجه صعبه جدا الصراحه. كانت سكينه يا سهيلة. كانت تشتري محدش قال لي هتسألني سكينة. بالامكانيات اللي عندك بقى بقول لك ايه الجيش قال لك الثرب. اه ما نحطش بصل نبقى طماطم وخلاص. لا البصل ده حسب الوان. راحت اشتريتها بعد ما السوق خلص. انت عارفه نفسي اصورك يا ام سهيل. انت عارفه ان هي اصل انت نجم يا ام سهيل يعني كبير وازاي ان انت ما تظهريش لغايه دلوقتي. يعني ممكن انا بفكر اطلع لكم شويه صور من صور الفرح بتاعنا. لا بس ده من العهد القديم يعني 25 سنه. دي كانت قمر قوي. لا كانت حلو. هي ما زالت قمر الصراحه. لا كانت حلوه وكذا صغيره وحاجات كده. المهم يعني ان هي قمر صراحه. لا ان شاء الله تجيبوا لي سكينه عشان ما تشلش. افتكر يا سعيد جيب لنا سكينه. هو رمضان ان شاء الله. كده كويس يا سعيد ولا جبتوا 100؟ هذا كده كويس يا مش... كده كويس. طماطم كده انا هسال الشيء في حاجه. اه يلا كده شويه شويه ولا احط كمان كده كفايه لو احتاجنا نبقى ناخد. ماشي. ده مايونيز. لا دي توميه. لا دي توميه. اه ميه بنتي. لا يا بنت عمه بقى مثلا دي توميه. ما انت ما قلتليش بحب الثوم. اه طبعا بحب الثوم في اي اكل. ثوم جميل. هو ده حراق ولا ايه يا ميني؟ لا ده مش حراق. ده مش حراق. ده فلاح. ده مش حراق. مش حراق يا حبيبتي ابوك. اه ده على ضمانتي انا مش فلاح. فلفله بلدي. تعالى كده مسؤوله شوفي. لا شوفي كده ده هو رأيي. لا لسه اه بقول لك قطعها كده وشلي وحطيها برضه. ما ايه؟ عشان يحل بيها. ما اتفقناش على كده. حل بايه؟ في طرق في حاجات. هو اتفق على كده يا بنت. اسمعي كلامك عشان اللخبطه دي بقى. مش انت اتفقت على دي يا حاج؟ اتفق معاك. اه والله لا 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 ما تسيبهاش. اضرب ايه؟ اضرب ايه الوقت؟ سيبيها الله يسترك. ايوه النب. هات هات انا اقول اللي احنا بنتكلم فيه. هات انا هحط يا ام سهيل. شوف يا جماعه احنا بنتكلم على الغاليه دي. بعدين دي بتوعي وانا قلت لهم يا جماعه كويس قوي ان هم يقولوا لي ايه بتوعي. لا 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 محدش يلمسه. ما نستعبطش. محدش يلمسه. لا والنبي الله يسترك يا سهيل محدش يلمسه.
لا انت ياما هتاكلي يا حبيبتي ابوك. فيقول لك ياما وانت تقولي لي ياما كلت. في خلي بالك بيشربوا السمنه. الله. فانا ما عنديش انا الحاجات دي. الله يرحمك ياما. اكلني السمنه والله والعجوزه يا جماعه شربتها شرب كده. وانا عايزكم تقولوا لي رايكم في اللي احنا عاملينه النهارده ده في الفيديو ده غير طبعا. بس انا مش ما وعدتكوش ان احنا نعمل كده تاني يعني. هي سهيله هي اللي والله جت قالت لي صورني يا بابا. بالمزاج يا جماعه. هي مش انا قايل لكم هي بالمزاج؟ ما بحتفلش اللي بعدين. لان انا اثق فيها يعني. هي اثق فيها انها تطلع كده لانها انسانه متعلمه ودكتوره وما يشرب يعني مش ست بسيطه زينا كده يعني. يعني بنت مش بسيطه يعني. ايوه يا حبيبتي ابوكي. بس انا بشرح ان عشان انت ظهورك ده ممكن يعمل لنا دربكه. ممكن حد من قرايبنا يقول لي انت مطلعين سوائل ليه مثلا يعني وارد يعني الكلام ده. بس انا هقول له هي حره لان انا لا شغاله شخصيه محترمه وشاطره وراحت اشتريت الوقت التورته هتشوفوها. وراحت اشتريت التورته من شويه. انا مش سيبوني ما اكمل. هي اللي راحت اشتريت التورته واشتريت حلاوه مولد كمان مع التورته. وانا بعت لها على الكارت الاصفر. انا بعت لها من انستا باي على الكارت الاصفر. خلي بالكم معايا بس ايوه على انستا باي على الكارت الاصفر من انستا باي. شوفوا دي الفلفل اهو اتقطع. صلى على النبي. هتاكلوا لها اكل حلو يا جماعه هتتبسطوا منه جدا النهارده. تمام؟ بتاع دي مش لا لا مالهاش لازمه مالهاش لازمه. سيبها خارجيه. سيبها خارجيه كده. يلا يا جماعه بس حضرتكم ما تنسيش تجيبي لي حليب في قلب الفيديو. انا هديكوا بقى جبت العيش. ايوه. قال لي العيش الاسمر اللي انت جبتيه. وريني كده. العيش ده جميل قوي يا جماعه والله نجم نجم. عشان تعرفوه بصراحه لانه عجبني قوي 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 عجبني. اللي هيجيبه هيعجبه هياكله هيتبسط. وانت خليك كده يا حبيبه قلبي خليكي مستنياني. اعذرونا بقى لو الفيديو طلع شويه طويل يعني. بس انتوا ايه هو ده فيديو اجتماعي يوم عيد ميلادي بقى واخدين بالكم. وده فيديو اجتماعي. وبعدين احنا مش عاملين عيد ميلاد زي اي عيد ميلاد. ده عيد ميلاد اختراع يعني. يعتبر ان هو اكل وخلاص جميل النهارده. الخبز اهو هاتيه كده يا سهيل. انا عايز اوريه لهم. شوفي شوفي الرعيش ده افتحيه كده بقى مفتوح كمان. هاتي يا حبيبتي ابوك كده الله يسترك. شوفوا ده هنعمله سندوتش جبنه رومي ومعايا الطماطم دي والفلفل ده باذن الله. انت هتشوف الوقت احنا بنعمل كده. لا يا حبيبتي ابوك ده رضا او يا صلاه النبي. خروف ليه يعني عيد ميلاد ايه؟ احنا بنقول عيد يلا هقعد مين؟ الله يرحمه. انا جبتها جديده على فكره. يا سعيد بتحبي الجديده صح؟ حلوه يا حبيبتي ابوك. هاتي لي يا ريت حته والنبي. دلع ولا؟ هاتي لي واحده. ما تبقاش مملحه. هاتي لي واحده اديها لمامتك. خدها يا ام سهيل انت مش باين. كل العواطف الحلوه مني. عايزه معلقه. لا يا استاذه حلوه. انا بحبها قوي دي على فكره. بحبها اكتر من الوصل. الله. يا ريت ده حلوه جدا. ده جبنه جميل. ده جبنه حلوه يا ولاد. والله جبنه حلوه. معلقه يمين. الناس دول مسهرين ولا ايه؟ ربنا يصلح حالهم. افراح اللي قدام البيوت. شوفوا كده شوفوا كده مش باينه. المشكله معاك. ايه رايك كده؟ رائع. نعمل بقى الساندوتش. ايوه الساندوتش. دي بس احلفكم بالله ما حدش يلمس المانجا بتاعتي. خلي بالك صغيره لها اتنين وانت ليك اتنين. لا 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 ايه العهد ايه دي؟ ما دي اخر الكرتون. لا انتوا بتخلوا بالعهد كده الله يسترك. ايه النظام ده يعني؟ انتوا نرفزتيني. قالت لي قبل ما تنزل سقعي لي مانجتين. طبعا هي ما بتاكلش الصبح كده. طب يلا يلا بس يلا. اي حاجه كده الفيديو هيطول يا سهيله كتير كده يا حبيبه ابوك. اوقف شويه؟ اوقف شويه ولا اكمل؟ سندوتش شويه يا جماعه. هذا السندوتش بتاع عيد ميلادي اهو. كل سنه وانتم طيبين. حاجه بسيطه والله جميله. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. ابشر. طيب ماشي. لا
ناخد دريس كده واجي لكم تاني. يلا الصلاة على النبي. تحس ان الفيديو بتاعنا ده النهارده فيه روح كده يا جماعه، روح القمر اللي واقفه دي الله يسترها. حبيبه ابوكي والله. حبيبي والله. امشي امشي. الصلاه على النبي. ايوه قطعها. هي مش هترجع تاني. طيب. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد بيكم. ايوه بيكم. مفيش بابا ولا حاجات من بقولش انا بابا ده. ايه بابا دي؟ شغل العقد دي. لا كبرني و ميمي. ميمي. انتي ميمي. عشان انتي صغيره. قولوا لي ايه رايكم في التصوير يا جماعه؟ هو المفروض كنا نجيب بتاع تركي. مفيش حاجه اسمها مفروض، ده اختياراتي النهارده وزي الفل وابشر. شوفوا يا جماعه دي صوره ديت صورتنا، صور انا ديت. بصوا دي صور جدود ياهيت جد محمود وخالي فكري وعم جلال اللي جنب جد محمود ابو نضاره ده، وانا في المصيف اهيت. خلي بالكوا دي اللي على الشمال دي وجنبها سهيله، والتانيين دول بقى كلهم جلال، وهنا عم عبد ربه وابوها سهيله، بابا مسهيل اللي جنب ابويا ده. انتوا بقى تبصوا كده هتعرفوا. يلا يا ترى يا جماعة اني بس عايزكم تفتكروا لما اكون انا مش موجود في الوقت ده وفي التاريخ ده ترحموا عليا وتدعوا لي. اي والله وتدعوا لسؤال ان ربنا يسترها معايا. زعلان ان انا بقول كده. حبيبت ابوك ده واقع يعني. انتوا حسبتوا لي النهاردة ان انا كملت ال 57 صح؟ اي يا حبيب قلبي. يلا عايز تقولوا لي رايكم ايه في الفيديو، في يعني في ظهور القمر اللي واقف ده. انا عايز اعكسها والله. اه شفتوا قمر هذا مانجا مانجا قمر. لا 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 لا. شايف يا عم هذا بقى؟ بص بقى بص بقى ده كلام يا عم الحاج ده بقى. يا ايوه لا تقول لي طرطه ولا اي حاجه. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا نكمل بقى شغلنا بقى ونبدأ بقى نجيب بقى التورتة بقى يا عم. التورتة اللي سهيلة جايباها ما شاء الله ما شاء الله من عند ابو عادل اهو يا جماعة. بس عايز اوريكم بس كده وانا اقوم بقى ايه هقوم اقف بقى على فكرة لان انا قاعد. اصبروا ده واحدة معايا. بسم الله ما شاء الله بسم الله. ونروح بقى للتورتة. انا والله ما شفتها لسه. افتحها كده يا حبيبة ابوكي. تعالى كده على مهلك. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو شايفين كده الغالي ما يجيبش الا الغالي الواد العسل ده. لا 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 ابو عادل ده بقول له انت عارف ده محمد استاذ محمد محمود. ابو عادل ده من عندكم من دمياط باين. اهو يلا يا بشمش. اه فاتح اعملي انت بقى اللي انت عاوزاه. ايوه ايوه بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله كله على الطبيعه اهو. اقول لك انا حلو حلو. يلا يا باشا بسم الله ما شاء الله. قمر يا ولد والله العظيم جميل. قمر ما شاء الله. كل سنه وانت طيب يا ولد يا جلجل يا حبيبي. كل سنه وانتم طيبين. شوف هادي يا حبيب قلبي يا ولدي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ابي ابي دي ابي دي. اهي شوف شو كاتبين ابي دي. شايف هابي بيرث داي فيكو. صح
سلام. طيب انت جايبه لي كمان حاجات من دي؟ انت فاجئتينا والله يا بنت اسماعيل، الله يسترك حبيبه ابوك يا دكتوره يا عسل انت. شوفوا كمان هنا كمان حلاوه المولد كمان يا عم، جت مع الايه؟ مع القمر دي، ده مع نص بقى اهو حلاوه المولد كمان. اهي سهيله جابتها لنا والحاجات الجميله دي بذمكم. هو عيد ميلاد بسيط وجميل، عمركم ما شفتوا عيد ميلاد كده. وان احنا ازاي احنا بس يا جماعه هو يوم كده وخلاص، بناكل حاجه حلوه وكلام من ده وخلاص يعني. ده السؤال يعني، او ده الهدف من الايه، من اللي احنا نعمل الايه، نقول ان النهارده كل سنه وانت طيب وخلاص. يا ولا اللهم صل على النبي. هابي بيرثدي تو يو. النبي اللهم صل على النبي. جميل جميل جميل. شوف شوف شوف. يلا يا عم، أول مرة حد يعمل لي عيد ميلاد يا جماعة. كتر خيرها والله سهيلة بنت حبيبة أبوه. ما شاء الله ما شاء الله. نبدأ بقى كده عيد الميلاد. كل صورة بقى سهيلة كمان. الصورة دي الصورة. اوكي. بسم الله ما شاء الله. أظن شفت كل حاجة، مش محتاجة بقى إيه إن إحنا نقرب يعني، نظبط الكاميرا كده وخلاص. مساء طيبة يا حبيبة قلبي. يلا إن شاء الله تخشوا تشوفوها وبعدين تعملوا عيد الميلاد. يلا بينا نبدأ بالسندوتشات، مش كده يا لولي؟ أنا جعت والله بسم الله. انزل ميكو عظيمة قلب ماشي كده قبل. بسم الله الله اكبر. ده الرغيف اللي انا قلت لكم عليه يا جماعه حاجه روعه. رغيف جميل مش كده يا مشاهده؟ يا جماعه انا زي ما قلت لكم في الفيديو في موضوع عيد ميلاد، هو يعني كل سنه وانت طيب وخلاص. فهي دي كل سنه وانت طيب. قمر احنا قمر بجد. شكل بعض شكل بعض والله. استنى هنوريهم ان احنا شكل بعض. انا شكل بعض فعلا شكل بعض. والله انا كنت جعان، والله كنت جعان جدا من الصبح يا حاج. انا الصبح قاعد زعلان في التليفون بسرعه التورته عشان الجرعه. بسم الله ما شاء الله على عظمة. العيد خطير. أوه أوه. هل أقول حاجة؟ لازم لما تيجي تاكل تحط كوباية لبن جنبك كده. صدقني مش هتندم، هتتبسط أوي. هتتبسط منها أوي. تحطش بيبس ولا كلام من ده، اللبن حليب اول او اخرها كوبايه شاي. مع التجربه بالذات اللي احنا من الناس اللي عندها انساب. حلو قوي. هساعدها معاك. هي الصوره. الله يرفض بخاطرك يا سهيله يا بنتي زي ما انت جبرت بخاطرك. شكرا. اي والله. كل حته بابا. حلو قوي حلو قوي جدا يا جماعه.
حلو قوي بجد بجد يا جماعه. الله دي مكتوبه على ايه؟ هابي زي هابي زي دايما وصل. طيب يعني ولا عيد ميلاد سعيد؟ عايز تقول في الكومنتات؟ لا لا اشرب دي اشرب دي اشرب دي اشرب دي اشرب دي اشرب دي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو ده؟ يعني ايه في يعني في مكونات الفيديو؟ بقول لكم اللبن ده خطير. بينزل بيبوش الحاجة. اي والله اللهم صل على النبي. كتر خير والله. شكرا يا حبيبتي انت وفارس. شكرا يا فارس يا حبيب ابوك. ورد اخويا عمر. هذا اخويا يعني فارس يبعثوا له بقى. هم وسهيلة انت هنا. هم وسهيلة اصحاب يعني ايه؟ بيحبوا بعض يعني الحمد لله يعني. الحليب جميل قوي يا ام سهيلة. ربنا يوسع على الناس اصحاب الحليب دي ويديم عليهم نعمه وحفظها بالزواج. اي والله خلاص مش عايز تبقى ليه عشان يجيب كده. خلاص ها؟ ايوه واحده واحده بس صلي على النبي. لا لا جاي لي دلوقتي يا قمر وجاي لي دلوقتي شويه يا غالي. قولوا لي بصوا على الكاميرا كده جايبه كل حاجه. ذوق المانجا ده شاشه من هنا كده يعني؟ ايوه معلش الفيديو هيبقى طويل شوية بس أنا حاسس إن شاء الله تستمتعوا بيه. وجود سهيلة في الفيديو يا جماعة برضه يعني شرفني وبسطني والله. لما قلت لها اطلع على أي حاجة هي بحرة زي ما أنا قلت لكم قبل كده. ها حتى بوك يلا تعال شوف انت في التورته. تعال يلا. لا هعمل ايه؟ اللبن ملوش مثال. اللهم صل على النبي. بس تسلم. شو نشيل الحاجات دي؟ سكينه. خلاص سكينه؟ هي متقطعه. هي متقطعه. ايه؟ زوالها الجهاد. طيب هخلي دي على جنب كده شويه خمس دقايق وهجيلك تاني حاجة قلبي وهجيلك برضه كلها يا جماعه بس انتظروني بس. ما حدش يمشي. نجيب بقى كده شويه بس. اهو. كده يا حته بوكي. ماشي. انا عايز هنبدا ازاي؟ دي متقطعه بقى ولا نظامها ايه زي دي ولا هي بتبقى ها؟ قول هي باينه متقطعه. ها؟ هات هنا كده شويه. اهو خد شويه. عشان كده الكاميرا كلمتها. لا انا بس عايز بس حق في الهوم ده. الكاميرا مش بينها كلها كده يا سعد. ما عارفه ندخلها تاني. الله
الله الله كلها مزينة. عزب بان. كلها حبيبة أبوك. طينة هو سبحان الله. الله. باين لها الخلطة الوحيدة ولا هي متخرطة؟ الطبق. أيوة. 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 طبق صغير. أيوة. طبق كبير شوية. أيوة صلاة النبي. مش بيت ده عسل. يا صلاة النبي عسل. شايفين؟ ما تقولش. ما تشوف عادي ده هيبقى نظامه ايه؟ اهو يا جماعه شوفوا يا جماعه كده بتطلع على النبي السكينه هاخد بس الاول اول يا ست يا حبيبه قلبي ده زي الفل الخلطه الجايه بقى بسم الله ما شاء الله ما شاء الله النبي ونسير انت طيبه ده جميل جدا ايوه الله يا سلام ده الفنجان ايه ده رائع مي الله يا سلام يا سلام عينك غسل سلطعون انا عيني طن كثير عيني سؤال بعد ليه هنا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام الكاميرا مش مظبوطه يا زلمه التورته دي مقطوعه ما خلاص هي بانت يعني بنت متعلم طلع النبي دي حاجة ايه هاي هاي علم لا في هاي هنا مش طبيعي الشوكولاتة مختلفة خالص ايه السبب بقى يا سيدة الشوكولاتة مختلفة دو انت تعرف بتدي المنطق سامي منطق ليه ده بص كده قطه يعني خالص دي المنطق لا والنبي تاكلي معايا مش عارف افتح نفسي الله يستر تصدمين لا الشوكولاته مختلفه يا جماعه اهو لا حول الله يا رب سلام تحف الشوكولاته تحف احسن من التاني يا جماعه الشوكولاته جميله قوي الشوكولاته انا مش عارف فيها ايه حلو قوي سبحانك يا رب يا صلاة النبي الشوكولاتة اوعى يا مزايا ها مال الشوكولاتة حلوة قوي 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 ها ايه السبب يا سعيدة فهميني الشوكولاتة محشية كراميل مكسرات ها حلوه قوي ما اتبسطتش من الدره دي خالص ما انت هنجيبها دلوقتي يا ام سعيد قول بس شايفين يا جماعه الفيديو طول انا لما عارف الشوكولاته كده كنت قلت لهم هات الشوكولاته ما هي سهيله بتقول لك على المكان ده على طول وانت بتقول لها ده انا جربته الشوكولاته فيها صنعه انا بقول لك مختلف يا حاجه ام سعيد بص الثانيه دي كانت معموله في البيت انما التانية دي الشوكولاتة دي معمولة عند صنايعي ممتاز مش محشية يا كرامات لازم تبقى حلوة مش فاهمة كلامي هي حلوة
حلو قوي. المكان ده مش وحش يا ابو عادل. لا لا بالله ما هو وحش. مش وحش يا جماعه. احنا بقى ايه نحط بقى الحاجات دي على جنب كده الاول. بص على النبي كده الكوفه كده خدنا اهو وكده اهو عشان اوريكم الحلاوه دي. طلعنا بسم الله. شوف بقى الحلاوه دي نقول نتكلم فيها. سيبها كده يا مزاج الحلاوه يا جماعه. بصوا يا جماعه التورته دي ب 350 اسرائيلي صح؟ التورته دي ب 350 ودي الحلاوه دي اهي علبه الحلاوه دي اهي ب 200 جنيه. يا جماعه ها؟ كيلو حلاوه اوكي مش هنزل بقى. الملبن ده اهو في حد حجزه. في حد حجز الملبن ده. هنشوف دلوقتي. طلعوا لهم واحده واحده توريهم كده. ما انا اهو مش باين. ماشي. لا 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 هوريهم. واحده واحده. بصوا الملبن ده بتاع الملبن الصغير اهي. ايوه. وهنا السمسم الفولية اللي حمصيه اهي. برضه. من عشاق الحمصيه. انا هدوقها دلوقتي لسه اصبروا معايا. دي سمسميه اهي برضو خلاص. ودي فوليه ودي فوليه صلى على النبي كده اهو اهو. ودي فوليه بيضة اهي دي الكرمله ودي البيضة. وفينا ملبن تاني احمر اهو برضو صلى على النبي كده خلاص. انا بوريكم بس العبوه علشان انتوا لو حبيتوا تشتروا بقى. ودي نوجة. النوجة دي نوجة دي نوجة دي نوجة. ودي حاجه كده اسمها بالهريس اللي ما اسمها ايه يا مصعب. دي حاجه بالهريس كده انا عارف. دي قمر الدين اهو. قمر الدين والهريس مكتوب بقمر الدين ومكتوب. ودي بقى منها بس زي اللذيذه كده اهو. دي منها بس ابيض زي اللذيذه اهو. دي نوجه اهو نوجه. دي اللي هي بقمر الدين زي اللذيذه مكتوب زي اللذيذه. شوفوا يا جماعه دي اللذيذه برضه. وده ايه بقى ايه دي اللذيذه بس غامقه. لا دي اللذيذه غامقه ودي اللذيذه بقمر الدين اهو. بس انا هدوق هدوق منها برضه خلاص. احنا مش عايزين دي خلاص. اما دي الحاجات اللي قدامنا اهي يا جماعه. بصوا بقيت الحاجات هنا طبعا اهي كيلو بقيت الكيلو هنا. بس انا طلعت كل واحده هدوق منها كده حته برضه عشان احنا ايه لسه هروح للمانجا دي ان شاء الله. وبعدين نحدق بعد كده على رايي اكس معاكم. نهاركم ابيض ان شاء الله. شوفوا بقى بالصلاة على النبي كده واضحه اللي واضحه يا مسايلة واضحه اهي. بس الحاجات اهي ما هي قدام اهي اهو. هات حاجات عليك شويه. جميله قوي دي يا مصعب. دي فيها ايه دي؟ شوفها كده. التمر. لا دي غريبه جدا. اول مره صادفنا. ده سمسم محشي طري. دي حاجه فاهمه. محشي عجوه. مش ناشف زي ده. دي ناشفه. دي طريه جدا. ده صح؟ فيها ايه؟ السكر اللي فيها. ايه اللي مخليها طريه كده؟ دي جميله جدا يا جماعه. اللي مخليها طريه العجوه. ها؟ ان مخليها طريقه جايز جايز العجوه تكون مخليها انا بحب دي بقى. بصوا المغذيه دي السمسميه ده اهي انا بحبها قوي. السمسميه ده اهي انا اكل منها اي يعني اكل منها حبات تبقى جنب كده لو عندنا حاجات من دي في البيت اهو. ناكل من دي اللي اتكسرت ده شوفوا شايف بقى جميل والله حاجتهم حلو. نزل دي بقى ابو عادل ده شايف؟ برضه عندي ابو عادل برضه. طعمها جميل. طعمها جميل سكرها مش عالي قوي. ها؟ دي انا بكلمك عن دي. اللي فاتت دي اللي روعه بصراحه. طيب الحمصيه انا هجرب الحمصيه برضه. ده عشان يبقى انا ايه برضه قلت لكم ايه فيه عشان لو حد حب يشتري من عند ابو عادل. هو بانه موجود في دمياط يا سعيد في المنطقه في المنطقه بس. وذكرت. الحمصيه بالاسم ده كده. لا الحمصيه جميل انا بحب الحمصيه دي قوي. اولا هي الحلاوه طازه بصراحه. انا مكتوب عليها 8/24 طيب بس معموله اول امبارح يعني. طيب الدين الفوليه دي هتلاقيها مختلفه عن دي خالص. ليه؟ الابيض دوت اكتر انما هنا مكرمل اللي هو مكرمل حاطط الكرمله على الفول. انما هنا حاطط شويه فول على الكرمله اللي هي الابيض دي. لا مختلفه في ال في في الجوده نفسها يا عم نفتح القطر جنبي اهو شوفوا اهو يا جماعه بسم الله. لا حلو انا بحبها اول لما تكون كده فرفته كده. الله الله الله
ما جميل جميل حلو يا مسهيره والله قوي مستواها مش وحش. انت بتاكلها مرمشه حلو حلو والله حلو حلو عجبان عجبان. ركزوا بس معايا عشان مستفاد من الفيديو ده. طبعا احسن حاجه ايه؟ احسن حاجه تشتاق ايه؟ ده هو هات السكينه كده يا شويه هات السكينه. هو الملبن ده جاي في في كوبايه كده اهو شوف اهو كده هات السكينه كده حته بوك هات السكينه. شوف بس انا بعشق حاجه اسمها ملبن وبالذات بقى لو جواها حته سنان جمل كده. ودي يا ست دي اخوها بس ده هي فيها سكر. انا بحب في الحاجات دي بقى الحمصيه. انت بتحب الحمصيه والسمسميه والفوليه؟ الحمصيه واللذيذه كل الحاجات دي. فين اللذيذه دي؟ اه دي اللذيذه الحمراء واللذيذه اللي معموله بقمر الدين. طب ايه الفرق بين دي ودي يا ابو سهيل؟ من هي؟ بين ده هي ده هي واللي جنبها ده دي ودي يعني دي ودي دي محطوط فيها. شايفين دي يا جماعه؟ شايفين ديت كده؟ دي محطوط فيها الوان صناعيه كده شايله اهو. بص هنقطع كده اهوت عشان سهيل عايزه حته منها اهو. انا هقطعها كده ده على حاجه زي الجيلي. ايوه محطوط فيها حاجه لون. شم ريحتها شم ريحتها كده شم ريحتها كده يا سهيل بنكهه الفراوله. اه والله حاجه زي الجيلي معموله ممكن تكون زي نكهه الفراوله بتاع الجيلي كده برضو بقول لك. أيوة صح انا أوه. صح اهو ايوه بالظبط. مطط معاكي مطط شوفي شفتها طعم الملبن فيها لا حمرا دي زي نكهه الجيلي. بس بتشدي كده بتشدي ليه؟ بعدين ما بتجيبوش منها كتير. عارفه الاحسن ايه بقى؟ دي معموله عليها سكر كتير في منها الحمراء دي بقى مدخلين فيها الفول السوداني او مكسرات. لا بس دي مش ملبن بقى مش هي. دي حاجه ثانيه. دي حاجه ثانيه. ده هو بصوا يا جماعه يعني دي مش زي دي خالص ده ملبن. ده ملبن حلو ده. ولو جبته بالمكسرات انا ده هي انا اقول لكم ان هي جيلي. وبعدين مسكره قوي. اه مسكره قوي. شوفوا. كده عشان مسهيلة تدوق معايا. شوف كده مسهيلة وضعها ايه؟ ده ملبن؟ اه. وفي طعم روح الورد. روح الوردة وروح البنات والحاجات دي. سبحان الله. وبعدين في السكر هادي شوية عن الحمر. اه. نبقى على دي بقى. دي اللذيذة الحمراء اللي كانت تيتا نعيمة بتموت فيها. تقول له ما تقولي ايه؟ لذيذة من الحمرة دي او البيض. الحمرة الكاملة. قطعها كده. ليش تحب في حلاوة المولد اللذيذ؟ ايه بقى نشوف اللذيذة دي كمان. غالبا كنتوا شايفينها كويس شوفوا كده. ايوه اه. بسم الله. بسم الله. شوف كده يا حاجة. شوف كده عاملة رأيك. اسئلة. اسئلة. شدة كده المفروض انها تبقى اطول من كده. اسيا بقى يبقى فيها السكر زياده شويه. اه مش كده بيبقى اسيا. اه. الشربات بتاعها بقى زياده شويه. ده حلو قوي ده حلو قوي. اه اللذيذه دي كانت بتحبها قوي. اما تكون بقى عايز تعمل فخامه هات منها كذا نوع دي. بيجي منها بالكيلو. اه والله دي جميله. سايبه كده. تبقى جايبها من البارود. اه. ما انا عارف. حلوه قوي دي ده عجبتني. هي بقى ما هي بقيتها اللذيذات البيضة دي. في بقمر الدين. وفي ثانيه هي ما اعرفش بنكهه دي بس دي صنعه ثانيه بس هي لذيذه برضه بس مبشور ابيض ازاي دي يا ابو سعيد بس هي تسميها لذيذه هي هي بيضه برضه دي عاملينها غامقه محمصين المبشور دي المبشور ابيض هي برضه فيها جوز فيها بتاع جوز الهند لا الاحمر ده هو هي اللذيذه عباره عن جوز هند لا وقمر الدين عاملينها باشكال بقى اه بقطعينها معينة عشان كده اقطع اقطع بسم الله شايف زمان سكرها خفيف شويه اه اه هتجيب. انا فهمت ان هي سكرها خفيف هجيب من غير ما ادق اهي يا عم وكده هتعجبني حلو ده في نفس واحده ثانيه هناك استنى في كمان حاجه هنا
نفس دي بنت عمو. دي ده برضه. اه دي بنت عمو. بس محطوط عليها. ده بس هي مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا. الجديدة اللي فيها قمر الدين دي هادية. يا جماعة. فيها سكر. صدقنا الحلاوة دي جت حلوة. قولي كده مسوية. لا دي بقى. اه. دي ما نسميهاش لذيذة. بس دي دايبة ليه كده؟ ما نسميهاش لذيذة دي 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 حاجة مدخلين فيها سكر كتير اهي وفيها نسبة مبشور قليلة خالص. اه. لا دي مش أي. اه مش عاطفية. متمزق شعر البنات. لا مش عاطفية. بتتموت دي. لا لا مسكرة. مسكرة. أي والله مسكرة. دي التانية أحسن منها. شوفوا يا جماعة كل سنة وأنتم طيبين حاجات جميلة حاجات مولد النبي يعني دي عشان بس يا جماعة اللي يقول لها حرام الحلاوة لا ناكل حلاوة وخلاص زي عيد الميلاد كده أنا بجيب جايب النهاردة حاجة حلوة أكلها يعني يعني أنا جايب حاجة النهاردة حاجة حلوة أكلها وخلاص نسمي ده كده أهو نعم ها السلام عليكم كده انت المفروض تحدق بقى بعد كل ده المفروض تحدق ربنا يعيش بقى يا سلام